ولنقاش الأوضاع في الموصل وبقاء الجثث تحت الأنقاض بعد 3 سنوات من انتهاء العملية العسكرية في المدينة. ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي العراقي زياد السنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام. ما تزال مئات الجثث تحت الأنقاض في الموصل بعد سنوات من انتهاء العمليات العسكرية، كيف يفسر تقاعس الحكومة في انتشال الجثث ودفنها بشكل يليق بحرمة الإنسان وحرمة الموت أيضا؟ نعم، الحقيقة عمد مرصدنا مرصد أفاد اليوم بنشر تقرير مفصل عما حدث ويحدث في مدينة الموصل حول جثث الموصل، حول ملف الإبادة الجماعية التي تعرضت له مدينة الموصل ومحافظة نينوى. الحكومة الحقيقة للأسف الشديد هي شريك في طمس معالم جريمة إبادة أبناء مدينة الموصل القديمة، وشريك رئيسي وأساسي في عملية إبادة أو جريمة حرب حدثت في مدينة الموصل. جريمة الحرب أو الإبادة الجماعية يجب إثبات أدلة مادية، الأدلة المادية هي الجثث المتبقية الآن في تحت المدينة القديمة، الجثث التي تم انتشالها، وهنا الحديث عن أكثر من 5000 جثة في مدينة الموصل. هنا قسم منها لأطفال ونساء وشيوخ وشباب ذهبوا ضحية قصف عشوائي من قبل التحالف الدولي، من قبل الحكومة، من قبل ميليشيات إيران التي تزدي الشرطة الاتحادية، وقصفت أحياء مدينة الموصل القديمة بصواريخ إيرانية تحمل شعارات طائفية. ما حدث في مدينة الموصل شاركت به قوات التحالف الدولي، شاركت به تنظيم داعش الإرهابي، شاركت به بيشمركة، شاركت به كل الجهات وفي قتل أبناء مدينة الموصل. في هذا السياق سيد زياد، كيف يصنف هذا التقاعس في المواثيق والأعراف الدولية حيال الضحايا المدنيين الذين ما تزال جثثهم تحت الأنقاض؟ نحن أمام الحقيقة كارثة أخلاقية إن صح التعبير، نتيجة الإهمال الحكومي في انتشال ودفن الجثث، فإكرام الميت دفنه. ولكن ما يحدث الآن هو عدم توفير مستلزمات دفن هذه الجثث، عدم توفير أجهزة الفحص الدي ان اي، وقامت الحكومة للأسف الشديد بشيطنة كل الجثث واتهمتهم بالدعشنة. وهنا نريد أن نسأل عبر منبركم وعبر قناتكم، هل الأطفال بعمر الزهور هم مجرمين ودواعش؟ هل النساء أو الشيوخ هم دواعش؟ أعتقد بأن الحكومة لا تريد أن تجعل مدينة الموصل مدينة تستعيد عافيتها، مدينة ترجع لمكانتها. فما حدث في مدينة الموصل، من دمر مدينة الموصل لا يستطيع إعمار مدينة الموصل، من قصف جسورها لا يريد إعمار هذه الجسور، من دمر مطارها لا يريد إعادة إعمار المطار، من دمر كل مستشفياتها وقصفها بالمدافع الفرنسية والطائرات الأمريكية والصواريخ الإيرانية لا يمكن أن يعيد إعمارها. لذلك مدينة الموصل الحقيقة تبقى ضحية السياسة أو الطبقة السياسية في داخل العراق التي لم تنتبه لهذه المدينة، فرغم كل الدمار الذي حدث بها ويحدث الآن نتيجة إهمال وفساد مستشري في داخل المؤسسات ودوائر المتحركة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى، ومن ضمنها الملف الإنساني الذي نتحدث به اليوم، ملف الجثث التي بقت منذ سنوات داخل ركام المدينة القديمة. نعم، هذه الجثث التي بقيت تحت الأنقاض تخلف أضرار صحية ونفسية على سكان المدينة، الذي غادر الكثير منهم المدينة المدمرة. هل لديكم اطلاع على قصص إنسانية لأهالي المدينة ومعاناتهم من الجثث الموجودة تحت الأنقاض؟ سأتكلم بأكثر خصوصية بهذا الموضوع. لدي صديق ما زال في مدينة الموصل القديمة وتحديدا في منطقة الميدان،
اتصل بي شخصيا وطلب مني إثارة هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام إلى آخره، وأجرينا بالفعل تحقيق استقصائي. عندما تحدثت معه أكد لي بأن أطفاله يذهبون إلى المدارس ويشاهدون كل يوم صور مرعبة عن بقايا جثث ورفات في المدينة القديمة. يعني ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ يقول أصبنا بأمراض جلدية غريبة لم نعهدها سابقا، هناك روائح كريهة جدا، مناظر مرعبة، يعني هناك منظر مرعب نتيجة الدمار والطرق والبيوت المهدمة، وهناك أيضا منظر الجثث والرفات التي يشاهدها الأطفال كل يوم. اتصلت بأحد الأشخاص في الدفاع المدني وأكد بأنه أنقذ عائلة لمدة 28 يوم بقت تحت الأنقاض، وقد نفذ منهم الطعام والماء ووصلوهم بالرمق الأخير، وأكد لي بأن هناك مئات العوائل قضت تحت الأنقاض ولم يصلهم أحد، وماتوا واحدا تلو الآخر، الأب والأطفال والجد يموتون أمام واحد أمام الآخر وتحت هذه الأنقاض ولم يتم انتشالهم. الحقيقة الحكومة ليست عاجزة، وإنما لا تريد لمدينة الموصل ومحافظة نينوى أن تستقر وأن تعبث، ما زالت تريد العبث بمقدراتها عبر سياسات الحقيقة إقصائية وعبر تهميش وعبر تغييب القرار في مدينة الموصل ومحافظة نينوى، وعبر تسليط المدراء الفاسدين في هذه المدينة للأسف الشديد. ومن ضمن هذه الملفات ملف الجثث وملفات الخدمات وملفات البنى التحتية في المحافظة، فكل شيء مرتبط وكأنه حلقة متسلسلة في مدينة الموصل. وكل أبناء مدينة الموصل يطالبون بحل موضوع الجثث، بحل موضوع البيوت المهدمة، بحل البنى التحتية، بحل موضوع الجسور، بحل موضوع المطار. هل يعقل بأن ثاني أكبر محافظة في العراق بدون مطار لحد هذه اللحظة؟ هل يعقل بأن ثاني أكبر محافظات العراق وهذه الميزانيات الانفجارية بدون مستشفى حقيقي في داخل مدينة الموصل؟ وحتى إذا استلموا أجهزة فلا يوجد مستشفى، وإذا إن كان هناك مستشفى لا يتم افتتاحه. نتحدث عن هذا الجانب، نتحدث عن الجانب الخدمي وغياب المخصصات للمحافظة، وكذلك الوضع الذي وصفه بعض النواب بأنه كارثي في الموصل في ظل نقص التمويل الحكومي. أين ذهبت مخصصات المحافظة، محافظة نينوى، وأموال الدول المانحة على الأقل لإعادة إعمار الموصل؟ عندما نتحدث إلى مدير دائرة شخصية ونسأله عن حجم الأموال التي يتلقاها يقول نتلقى النصف وأقل من النصف، أقل من النصف. وعندما أتحدث معه أين ذهب هذا النصف أو أقل من النصف يصمت، وأقول له إليك الوثائق، إليك الأوراق، أنت ما تقوم به حلول ترقيعية وليس حلول حقيقية. أنتم تسرقون ولكم نسب، مثل في دائرة الصحة نينوى هناك نسب للفاسدين، مثل في محافظة نينوى هناك عقود تجهيز أسعار مضاعفة، الأموال تسرق، كل ما تم إنجازه هو مجرد نخلات إيرانية المنشأ رديئة وصبغ أرصفة وتبليط بعض الشوارع، ولا يوجد بنى تحتية في مدينة الموصل. لم ينجز منذ سنوات مشروع واحد، بل لم ينجز منذ احتلال العراق لحد الآن مشروع حقيقي في مدينة الموصل محافظة نينوى. هل تعلمون بأن آخر جسر تم افتتاحه سنة 1989؟ هل يعقل هذا الأمر في مدينة الموصل؟ هل يعقل بأن هذه المدينة لم يبنى بها جسر واحد؟ هل يعقل بأن المستشفيات التي بنيت في وقت النظام السابق لم يتم بناء مستشفى واحدة حقيقي لحد الآن؟ ميزانيات انفجارية وأموال ومئات المليارات، أين ذهبت تلك المليارات إلا في جيوب الفاسدين وفي الأرصدة في شمال العراق وفي خارج العراق وفي تركيا وفي إيران والمصارح اللبنانية؟ شكرا جزيلا لك. تكملة لإبادة الجماعية لما حدث في مدينة الموصل. المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، الإعلامي العراقي زياد سنجري حدثنا عبر سكايب من فيينا.